خلينا نتكلم ازاي ان احنا يعني نقبض، يعني نتحكم في الاسعار الجنونيه اللي بتحصل بالفعل، ونقدر نسيطر. يعني مش مهم ان احنا نقلل، المهم ان احنا نسيطر، خاصه ان احنا داخلين على شهر رمضان الكريم. انا والله بامانه انا مع الاتجاه اللي بتكلمي عليها اللي هو فكره ان توقفي النزيف، يعني ثبت الاسعار على كده. انا عندي استعداد اقبل بالاسعار دي الان، لا واسعار موحده يا يعني محمود. يعني احنا بنلاقي اكتر من سعر في نفس المنطقه. هي مش موحده ليه؟ احنا طالبنا قبل كده مليون مره إن بكتابه السعر، لان كتابه السعر دي هتخلي كل اللي بيتلاعبوا في، يعني انت تلاقي سعر ب8 هتلاقيه في محل تاني ب7، هتلاقيه ب6، هتلاقيه لا انا عايزه بس اضيف على كلام حضرتك. انا في دلوقتي ممكن تكون سلعه مكتوب عليها حاجه وده سعرها مثلا سي 8 جنيه، اروح لحد ما اوصل على للكشير الاقيها ب 12 جنيه. ده بيقول لي اصلها اتغيرت. لا ففي تلاعب. يعني هي الموضوع بس مش موضوع كتابه السعر على اللي عنده في الموضوع مش موضوع كتابه بس السعر على السلعه اللي موجوده. عايز اقول لك بقى مهم نبعت نصيحه للناس اللي سامعيننا طبقا يعني استنتاجا من كلامك. انه وانت بتاخد من الكاشير اللي انت بتتعامل معاه مثلا اي سوبر ماركت، اي هايبر كبير او اي سوق تجاري كبير، وانت خارج حاول تطابق الاسعار اللي انت شفتها على الفاترينا او على الرف بالاسعار اللي انت حسبتها مع الريسيت، الاسعار الريسيت اللي انت خدته بتاعت الشراء، لانه ده موجود في بعض الاحيان بيحط سعر على الرف يختلف عن الباركود اللي موجود عنده على المكنه. وبالتالي انا شايف انه لو انت ظبطت دي مع دي ممكن تعمله قضيه غش تجاري. على فكره عدم التزامه بالسعر اللي هو اعلنه بيبيع لك بزياده عنه دي جريمه ملهاش علاقه لا بالقانون الاقتصاد الحر ولا بالاقتصاد الموجه ولا باي حاجه. كل العالم بيلزم التجار في اي مكان انهم يعلنوا عن اسعارهم، انهم يكتبوا. وعلى فكره ما يعدلوش اسعارهم الا لما يخطروا الدوله. في امريكا في اوروبا ما ينفعش ان واحد يغلي الحاجه من تلقاء نفسه، لابد ان يخطر الدوله بانه هيرفع السعر. مين تحديدا في الدوله يا استاذ محمود؟ يعني المفروض جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يبقى له سلطة في الحكاية دي، أن يختر وزارة التجارة والصناعة، تختر وزارة التموين، تختر أي جهة في الدولة يجب أن تختر بأنه أنا عايز أبيع الموبايل ده بدل ما هو ب10 جنيه عايز أبيعه ب1000 جنيه، يبيعه بمليون جنيه بس يقول لي أن أنا هزود سعره، أن أنا هكتب السعر بتاعه السعر على 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 المنتج نفسه. ما ينفعش أن أنت تغش المستهلك أو أن أنت تضحك عليه. العالم المتقدم بيقول لك انا من حقي اعرف، انت من حقك تعرفي، ليه انت عايز تضيع عليا الحق في المعرفه؟ حق في المعرفه حق اصيل اقرته القوانين الدوليه واقره الاعلان العالمي لحقوق الانسان واقرته الماده 3 من قانون حمايه المستهلك، اقرته كل القوانين الوضعيه وغير الوضعيه. ما فيش حد يقول لك ان انت ما يبقاش عندك شفافيه. الشفافيه تقتضي تكتبي السعر، تكتبي الانتاج، تكتبي المنتج ده مكون من مكوناته من ايه، تكتبي مده الصلاحيه، حق ان انا اعرف. انما تسيبني كده مبهم وتقول لي انا ما ده انت شمولي وانت بتاع اقتصاد موجه ما ينفعش نعمل الكلام ده، وياخدك في الكلام ويفرمط لك الحكايه. طب ايه الحكومه ان دي جبريه؟ لا مش جبريه. طب ايه اللي